رجولي حاجة باهية وخايبة في نفس الوقت. كيفاش؟ باهية في أنه ما نعرفش أنا، خاطر ساعات معناها الجيش بصفة عامة يصلح من الإنسان، وساعات زادة حاجة خايبة، معناها كيما أنا ما نتصورش أني نجم نعدي عام، معناها ما نجمش، ما نعرفش علاش، خاطر أنا فنان رابور معناها، ومانيش متطابق معناها مع الحاجه هذيا، معناها حاجه بيه رابور ما يمنعش انك تعدي الجيش، لانه الجيش هذايا واجب، انت رجل ابن الوطن هذايا، معناها تعدي عامك. سامحني عاد. انا رجل كان في الجيش، معناها ابن الوطن في الجيش، كان في الجيش كهو انا لهنا، معناها انا ابن الوطن، تنجم الوطن يقدم لي خدمه، كي انا الابن نتاعو يقدم لي خدمه، حاجه معناها ليا انا يعمل لي اسمها هي دار ثقافه باش انا ننشط فيها، مش راه نكون رجل كان باش نعدي له معناها عام الجيش نتاعو، معناها معناها انت ضد انك تعدي عام عسكر؟ مانيش ضد، اما انا كمعناها قناعه شخصيه لي انا ضد، معناها سامحني باش نعطيك معلومه، لو الرابير والفنان يقول لك انا ما نعديش، الموظف يقول لك انا ما نعديش، البطال يقول لك انا ما نعديش، شكون باش يعدي خويا؟ باهي سامحني خويا، انا مثلا فرضا انا تو معناها ماديا معناها متوسط كيف ما نقول، فما غيري الحمد لله، معناها فما غيري اقل مني شأ معناها في الحاجه هذيك، يبدا هو عنده معناها ضيع له الوقت، معناها هو يبدا لازم يخدم في الوقت هذاك ويعدي العام، معناها مانيش ضد زاده، اما انا نحط معناها كمعلومه، خلوا الناس اللي تبعث في المطالب هي اللي تخدم الجيش، علاش العام الجيش اللي هو من غير فلوس ولا حكايه فارغه، معناها خلوا الناس اللي طالبه الخدمه هي اللي تاخذ خدمه. مرضي زاد بيا لازمني خرجه من هوني، الكلها تسمر فيا تقول انا عالم جابوني، قسمي مسؤوليه قدام ربي علي حسبوني، واللي قالوا علي ساقط كلب ودوني، نقول لهم ماذا بيا تشوفوني اسقط من هكا، خطر هي النيه معاكم خرجت على السكه، ديما واقف حاضر مانيش كيفك نتشكى، اللي قدرني قدر ما عنديش اكثر منك. انا نرحب بالقانون هذايا ومستعد نمشي نعدي عامي على شرط واحد، ولد المنار صاحبي يزحف معايا، نزحفوا مع بعضنا في الجبل انا وولد المنار وولد النصر، وجونا به وناس الكل نشدوا سلاح ونطيروا امورنا طيب، حاضرين باش نخدموا الوطن هذايا، حاضرين باش ندافعوا على تراب، واحنا اولاد، ومعناها اذا الوطن استحق عام واحد من عمرنا احنا رانا حاضرين، وبطبيعتنا احنا ديما نعيشوا معناها نعيشوا الحاجه هذه، وجونا به اولاد الحوم الشعبيه وامورنا طيبه، فهمتني؟ ما يقلقناش عوايم في الجيش، فهمتني؟ اما زاد ماذا بينا المساواه في الموضوع هذا، معناها كيف ما نخزر انا الولد النصر وولد المنار والوليد معناها نتاع لحوم الراقيه والبلايص هذيك كل شيء، صاحبي ميسيرج انا نفرح كي نلقى ولد المنار وولد النصر وكل شيء يزحف بجنبي مرحبا، فهمتني؟ عليه القرار هو تغيير صحيح، لكن باش تبقى بالطبيعه معناها اللي تحت الطاوله والسرتفيكا وكل شيء وكل الامور هذيك الكل اللي نعرفوها الناس الكل وتربينا عليها، معناها صاحبي اذا باش تعمل قانون وتعمل رقابه كيما نقولوا احنا تراقب الشيء اللي قاعد يصير وعمليه وعمليات معناها نتاع التجنيد وحصص تجنيد وكل شيء، وقتها نكونوا لاباس. تو في تونس اي منظومه يعملوها يلزم نعملوا لها منظومه مراقبه، فهمتني؟ اي منظومه في تونس نعملوها باش تعمل حاجه تخدم خدمه في البلاد نعملوا لها اليات مراقبه. علاش فما عزوف من الشباب التونسي انه يعدي الجيش؟ علاش ما يوصلش التونسي كي يوصل سنه سن العسكر يقدم روحه وما يصيروا ما نوصلوش لمرحله الرف؟ خاطر اصلا احنا الشباب وقت يوصل سن الشباب ما يلقاش ما يعمل ويحس فيها الحاجه هذيك زايده في حياته، عليه خاطر ما يعرفش انه تنجم تعلمه صنعه، انه تنجم توجهه في حياته، انه نجم يتعلم منها برشا حاجات. راه نقول الكلام هذايا مش معناها راه يعني كلام خشبي وكذا يعني او تلفزه ولا حاجه، اما بالرسمي نعرفوا انه باش يمشي عادي عام جيش، ما انا واحد من الناس ما نعرفش شنيا فما في وسط العام هذاك، اللي نعرفه انه شنيا دهك ومعناها وكرفي وكذا وكل شيء. صاحبي ايجا انت اعمل في التلفزه كذا وعي الشباب راهو هكا راهو هكا راهو هكا، ميساج حتى في المدارس وحتى في الليسيات وكذا، وعي الشباب ضروره العام نتاع الجيش باش تفهم العباد رواحها، باش يفهم اللي ماشي يعرف روحه وين ماشي، فهمتني؟ مش هكاك سبه لاله وكل شيء، وان شاء الله ربي خويا يحرك الاسباب نتاع البلاد هذيا وكذا وكل شيء، والشباب يفهم اهميه الامور هذيا ويعرف مصلحته وين موجوده. تبقينا كما قلت لك معناها ماذا بينا انه البلاد تكون فما مساواه في الانتدابات وكها، معناها مش المناطق الداخليه وكل شيء. كلمتين انا جست كلمتين يعني نعرف هذا واجب وطني وكل شيء، اما في بلاصه يعني ما تعطيني يعني تفرض عليا الواجب وتنساني في حقي، يعني خليها تكون فما حق وفما واجب اكثر لي اقل لي وكها. هكا
كهو كهو. مثلا شنو هو الحق اللي تحسه ناقص للشاب التونسي مثلا؟ خدمة، إدارة، أي حاجة، كل شيء مصعبينه. الحقيقة أنا واحد من الناس يعني بلادي يعني حس فيها، حس روحي غريب فيها، تمشي الإدارة تمشي الكذا، ما نحكوش عليك نحكيو عليه، مش ما نحكيوش، نحكيو عليك الفرق بين الفئات المعينة وفئات معروفة. فما برشا عبيد تحب تخدم فيه يعني الجاي سامحني له يعني ما ينزمش، يولي يدفع فلوس باش يدخل يخدم، يولي بعد كي يبطل اكثر لي اقل لي. تو انت جبت على الخدمه نمشي معاك، لكن فما برشا شركات اول ما يسالك يقول لك خدم العسكر ولا يعني انت دبل يخدم العسكر، ربما يحسوا انه اكثر جديه. صحيح معقول اي العسكر، علاش؟ على خاطر كما يقول لك يعلم، فهمتني؟ يعني يعلمك برشا حاجات يا، وسيره سيره مدنيه تسمى هي، فهمتني؟ سيره مدنيه يعني هذيك، اسكو هو باهي ولا لا. هي الشركات هذيا تنجم تكون معناها هي فرد منظومه واحده، معناها سامحني الاجراءات هذيا تحطت معناها كونه على خاطر الدوله تضغط على الشركات هذيا باش هي تطلب الانسان هذاك اللي معناها مؤدي العام نتاعو الواجب كيف ما تقولوا انتوما، الواجب هذاك باش هو باش هو يخدم، معناها حاجه منظومه واحده، معناها حاجه راي كيف بيقولوا فيها ربي ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه، معناها راي الحاجه باينه، فهمتني؟ لحظه انا نقترح، ما نعرفش انا، ممكن اقتراح يكون صائب ممكن مش صائب من كذا، علاش ما نمشيوش باش ننتد مثلا اللي باش يعدي عام ومش شباب اللي حامل شهادات ومعطل يتم تكوينه في الجيش على خدمه وكذا، ومن بعد انتداب مباشر من قبل معناها هيكل الدوله، معناها المنظمه الحكوميه، معناها اللي تشتغل في الشباب. وقتها نولوا نربطوا كيما نقولوا احنا، يقرا يخرج يتخرج كذا، يبقى بريود بطال يهزوه يعدي عام ويعمل الواجب الوطني، من بعد يلقى روحه انت دب اوتوماتيكيا معناها في حاجه هكاك. نولوا نسهلوا معناها المنظومه معناها في تونس باش انه الشباب ما يلقاشك الوقت باش يضيع ويدخل بعضه وتصيرك البرتيرباسيون نتاع يشد ثنيه غالطه وكل شيء، فهمتني؟ شكرا.